مقابلة لبلدة عناتا يقع هذا المقام على مساحة تقدر بمئات الدنومات، مقام الرفاعي أبو عناتا كما يلقبونه، يحمي هذه المنطقة من السلب على أيدي المستوطنين. هذا المقام هو مقام الشيخ عبد السلام الأصمر الرفاعي، وهو أب لكل أبناء قرية عناتا الرفاعيين. جاء من بلاد الشام ليدرس الفكر الإسلامي في المسجد الأقصى وكبر هنا. هذا المقام كما ترون هو يربط على هذه التلة بين المستوطنات، هذه من هنا تحيف المستوطنة، من هنا مستوطنة، وبمثابة حامل هذه التلة. عبد السلام الرفاعي أحد أئمة المسجد الأقصى في القرن 18، دفن على هذه التلة الواقعة فوق بلدة كنعانية، ورغم المحاولات الحثيثة للسيطرة عليها إلا أن المقام وقف بالمرصاد. أنا أذكر في الزمن الأول بزمن جدتي الله يرحمها، كنت لما أقع تقول يا سيدي الشيخ عبد السلام، وكأنه ولي من أولياء الله الصالحين، يعني عندهم هذا طبعا هذا احنا من ناحية شرعية حرام، ولكن أجدادنا كانوا يستغيثون به. جنود الاحتلال عمدوا إلى نبش القبر أكثر من 6 مرات، لكن أهالي عناتا لم يتوقفوا عن زيارة جدهم وقراءة الفاتحة والأدعية لتثبيت ملكيتهم لهذه الأرض. هذا أبو عناتا، هذا رفاعي، هذا من أهل الطريقة الرفاعية الصوفية، هذا كان يدرس في المسجد الأقصى المبارك، هذا لازم كل يوم نزورها، لازم نستفيد من المنطقة هذه، ننظفها جميع. أنا أدعو أهل عناتا وشباب عناتا يعمل عمل تطوعي، يوم لو مرة في الأسبوع يجوا هون ينظفوا حواليها ويسجوها ويزوروا هذا الشيخ، هذا أبوهم سيدهم هذا. المستوطنون يحاولون بكل قوة السيطرة على هذه التلة الجميلة وضمها للمستوطنات، ولا يمر وقت إلا ويقدم للاعتداء على المقام وزائريه، فمعركتهم هنا باتت مع حجارة وقبر يرفض التنازل عن بقعة من أرض فلسطين. مقام عبد السلام الرفاعي يبقى شاهدا على تاريخ قرية عناتا، وتثبيت وجوده على هذه التلة يحميها من غول الاستيطان الطامع في سرقة أراضيها. من قرية عناتا شمال شرقي القدس، سجوى جردات.